الموز في كرة القدم، قصة الموزة التي أنهت شغب الهوليغانز. في علاقة غريبة من نوعها، يرتبط الموز بكرة القدم في نواحي عدة. فقد اعتاد جمهور كرة القدم على مشاهدة الاستفزاز العنصري الذي يستخدمه بعض مشجعي الملاعب الأوروبية بإلقاء أصابع الموز على اللاعبين ذوي البشرة السمراء من إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، ويظهر نجوم الرياضة في فترات الاستراحة أو أثناء المباريات وهم يأكلون الموز. ومن أشهر هذه اللقطات هي لقطة ماركوس روخو وجوزيه مورينيو عندما كان الاثنان في مانشستر يونايتد، حيث أرسل المدرب البرتغالي موزة للاعب فريقه ليتناولها في آخر دقائق اللقاء. ليوضح جوزيه مورينيو بعد ذلك أن اللاعب كان متعب وكان من الواجب منحه بعض الطاقة. بعيدا عن جنون جوزيه، ففي لقطة صنفها الكثيرون أنها اللقطة الأبرز في عام 2014، أثار تصرف طريف أقدم عليه داني ألفيز حين كان لاعبا لنادي برشلونة الإسباني خلال مباراة فريقه ضد فياريال بالدوري الإسباني. فبينما كان اللاعب البرازيلي يستعد لتسديد ركلة ركنية في الجهة اليمنى من الملعب، قذفه جمهور فياريال بإصبع موز في تصرف عنصري معروفة بملاعب كرة القدم. إلا أن ألفيز واجه الحادثة بطريقة طريفة ونزع قشرة الموزة وأكلها قبل أن يقوم بتنفيذ الركلة. وفي لقاء صحفي بعد المباراة قال ألفيز: أنا لا أعرف من رمى الموزة، لكنني أريد أن أشكره لأنها أعطتني الطاقة لأرسل عرضيتين أخريتين تسببتا في هدف التعادل. وفي لفتة جميلة تضامن لاعبو كرة القدم من جميع أنحاء العالم مع داني ألفيز، إذ بدأوا بغزو منصات التواصل الاجتماعي بصور لهم ولعائلاتهم وهم يأكلون الموز في إشارة إلى أن كل الناس متساوون. ويذكر أن هذه الواقعة العنصرية تكررت في مناسبات عديدة بملاعب كرة القدم بإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا، ووقع ضحيتها لاعبون آخرون منهم الإيطالي ماريو بالوتيلي والجابوني أوباميانغ وحتى روبرتو كارلوس الذي يعتبر ملك تسديدة الموزة، إذ كان الجمهور الروسي يحذف عليه أصابع الموز عندما كان لاعبا لنادي إنجي الروسي، حتى وصل به الأمر أن هدد بالاعتزال وترك كرة القدم. موزة مانشستر سيتي. في سبعينات وثمانينات القرن الماضي كانت الملاعب الإنجليزية تعج بالهوليغانز، وهي تلك الجماهير المثيرة للعنف والشغب، حيث كانت هذه الجماعات التي تشجع بعض الأندية تشتبك مع مشجعي النادي المنافس قبل أو بعد المباراة مباشرة. وغالبا تكون هذه المشاجرات متفق عليها من قبل، وتكون في أماكن بعيدة عن الاستاد حتى تبقى بعيدة عن أعين الشرطة. اقترنت كرة القدم الإنجليزية بالشغب والعنف لدرجة دموية، وصلت فيها الأمور أن تكون كل مباراة لكرة قدم عبارة عن ملحمة وحرب يقع فيها عشرات القتلى ومئات من المصابين من مشجعي الفريقين. بطل قصتنا اليوم هو شاب اسمه فرانك نيوتن، يتمتع بحس فكاهي ويعشق كرة القدم. ففي صيف 87 و900 وألف أحضر نيوتن بالونا على شكل موزة كبيرة لمشاهدة مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام فريق بلايموث، وكان هدفه المزاح مع مهاجم فريقه إيميري بانانا وتشجيعه بطريقة فكاهية. روح الدعابة من نيوتن أعجبت الجماهير التي تذكرت أن لعبة كرة القدم هدفها المتعة ونشر الابتسامة للعنف ولا الدم. انتشرت هذه الدعابة بين الكثير من مشجعي مانشستر سيتي الذين بدورهم بدأوا بإحضار بالونات الموز لمباريات الفريق، ومع الوقت أصبح العديد من مشجعي الأندية الأخرى يتنافسون بإحضار البالونات بأشكال مختلفة، وتحولت الساحات التي كان يخوض الهوليغانز عليها معاركهم قبل المباريات إلى ساحات عرض لبالونات المشجعين. قدمت قناة بي بي سي في ذلك الوقت تقريرا إخباريا عن ظاهرة الموزة المنفوخة وعنونتها بقولها: عودة المتعة إلى كرة القدم. ودعمت إدارة مانشستر سيتي هذا القرار، فتم سحب البساط من تحت أقدام الهوليغانز المتعصبين الذين حولوا كرة القدم إلى مستنقع دموي. ودعمت باقي وسائل الإعلام موزة مانشستر سيتي بشعارات رنانة مثل: أنفخ الأمل وأنفخ المتعة.
كناية إلى نفخ هذه البلالين من أجل استعادة البسمة والمتعة في كرة القدم. قد تكون تفاحة العالم إسحاق نيوتن علمتنا معنى جاذبية الكرة الأرضية، لكن موزة مشجع مانشستر سيتي فرانك نيوتن قد ذكرت الإنجليز بجاذبية كرة القدم. ركلة الموزة. الموزة قهرت العنف، أمدت اللاعبين بالطاقة، وهي سلاح العنصري الجبان، لكنها أيضا ركلة في كرة القدم. جميعنا نستمتع بتلك الركلة الحرة المباشرة التي تمر بجانب الحائط ثم تغير مسارها وتتجه إلى المرمى. برز فيها الكثير من الأساطير، رأيناها بوضوح مع روبرتو كارلوس وهدفه التاريخي في شباك فرنسا عام 1997 و1900، لكنها ما زالت مستمرة ليومنا هذا وتعرف شعبيا في بعض دول العالم بركلة الموزة، وهي نفسها الكرة المنحنية. إعجاب الناس بهذا النوع من التسديدات جعل بعض لقطاتها على يوتيوب تحقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة. الموزة قد لا يبدو لها أي علاقة مباشرة بكرة القدم، لكنها الفاكهة الأكثر تداخلا فيها وإن لم نلاحظ ذلك.